مستني. ها استغفر الله العظيم. كل واحد توقعت الكل يجي على تويتش، يعني كل سحب على تويتش واليوتيوب راح يكون لايف. اوكي هذا الماب ما غيروا فيه شيء، غريب لونه عادي هذاك. طيب ليش كان لونه خايس؟ يا رب ما حد يشوف ذا الفخ، انا داري مكانه خايس بس في ناس تلو بينه تقول تطوف وتسعى على ذا الباص يقلبونه باص حجاج، فعشان كذا حطيت الفخ هنا. وقاعد العب ترابر وماني ما معي شنطة افخاخ، يعني على قدي ماشي بس فخ واحد كل ذا الفخ، عشان كذا يبي لي اماكن استراتيجية مليون زي كذا، اماكن لا يتوقعونها كذا. لما الواحد يطب فخ يقول اوه الكلر نوب يا عيال، شوف فين حط الفخ. اهم شيء لقمت حبيبي، اهم شيء لقمت الفخ. اوه نايس هذا المكان، يشوفون البلد من بعيد يجون طايرين عليه. هلا والله قاعد احط الفخ قدامك، صدق اني ما استحي. هلا والله مستعجله مستعجل، ما همها الكلر، تبي تروح تكسر الفخ، هذا اهم شيء، اهم شيء عندك هذا. تبي انت شفتي الفخ انعميتي خلاص، صرتي ما تشوفين الكلر. يعني لازم اعلمكم كيف تلعبوا، يعني خلاص انسى شغلتي اني قاتل واقعد اعلمكم شلون تلعبوا. سبحان الله يعني القم الهوك، ان شاء الله ما تعرفوا تلعبوا، انا خسران شيء، انا كسبان، انا كيلر. انا اكسر ذا الباب لا يلوبوك 6 سنين هنا. صراحة هذا المكان يخوف، حط واحدة هنا. الحين فنق عينها على الفخ، اول ما بينزلوها من الهوك ذا بتجري على ذا الفخ وحصيدها جنبه وحتموت عندي. بس ذا الماطور ما شاء الله تبارك الله لمسه سحريه عطوه خلوه يوصل زي كذا. معرقين على المواطير، ما تبوا تساعدون البنت. طيب يلا نشوف كيف تنزلون على الحين، لو ماتت هي خسرانه ولا انا؟ انتوا خسرانين ولا انا يعني؟ ليش قاعدة هنا؟ ليش؟ بعرف انا المواطير ما غير تشتغل، شوفوا كم ماطور شغلوا واستركوا هذيك، شوفوا كم ماطور شغلوا. هذا 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 البلد ما راح اكسره، هذا خليه ملاهي لهم وانا اصيد فيهم. خليه يتزحلقون، زحلقوا قد ما تبوا حبايبي، زحلقوا على البلد. ليش اكسرها انا؟ بلد جالسة تجيب لي ارزاق. شفتوا فين طاحت عند الهوك؟ اتوقع انها هي. شوف يا بي، قلت لكم حصيدها بسبت هذا، قلت لكم حصيدها وين؟ هنا 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 حصيدها، والله اني قايل. خليها قاعده في الارض ما راح اشيلها الحين، يمكن معها سكين شيء، وضولي حرقوني جنريترات صراحه. هذا احتمال يمسكهم واحتمال لا، ساعدوها نشوف الحلوة ذي، يمكن السكينة راحت من هوينا. ان شاء الله راحت سكينتك، ضيعتها ولا راحت ما ادري. في واحد ورا الشجرة ذي، ورا ظهري بالضبط، خياني اعطيه سبرايز. وينه؟ لا لا خيل الي. شوف اللي سحبوا عليها ماشي ولا حموها، يعني انا ماني فاهم ليش. نزلوها للموت بس هم حرقوا جنات، هذا اللي استفادوه ولا كيف يا نيركس؟ مين اللي قاعد يلعب في الماطور ذا؟ هلا والله مق، ما شفناك اليوم يا مق. اوكي طب تخير فين تبي، ذا ولا ذا؟ نروح لذاك، فك نفسه وخلص يا عمي، بيدخل البيت. نزل تحت اوكي، بعدين ثم ماذا؟ ثم البلد هذا كان رميتي ومشيتي، يعني ليش تنتظرين؟ انا ماني فاهم.
يا جماعه لا اعذروني يوم اعلم السرفايفل، انا منجلط ليش يسوون ذي الحركات؟ يعني كان يرمي يمديها ترمي البلد وتمشي، يبي لي سنه عشان اكسره والحقها، صح ولا لا؟ بس ما ادري ايش اقول صراحه. عالم ما ادري ايش اقول عليهم، يقولوا لك خذ الجيم، احنا محترفين وقديمين في اللعبه بس خذ الجيم، انت خذ الجيم، احنا ما نبي نفوز. يا اخي انت هذه ملقلقه، لما تهربي ضربتك انا، ايش في؟ الو، شفتوا الاستماته على تشغيل الموتور يا شباب، ماسكته واكلت ضربتين ما تبي تتركها. هذا يسمونه العمل ما ادري ايش يسمونه صراحه، بس انت اعطونا تعليق لهذا اللي شفتوه، يعني ماسك الموتور ويموت عنده. طبعا هذا الفك الكل شافه يا رجل، الاعمى شاف. ايش فيه؟ صرتوا تجون لي توصيل مجاني؟ ما في، ما راح افوز احد، اخر واحد فوزته راح يطبق لي عند الهاتش قبل لا ينزل. تبين اذبحك ولا معك سكين انت؟ معها سكين. اه تبي تموت. اوكي، ما في مشكلة، نذبحك. اخر واحد يا شباب فوزته راح يطبق لي عند الهاتش، حلفت بعدها والله يا تفوزون بدق خشوم ولا فوز ماني معطيكم. هي تبي تنتحر الجيم مو لها، عاد مو شغلي انا والله. معليش يعني. مستر بلاك يلا حي. نو. فين الهاتش؟ خلينا نشوف الهاتش. اوكي هذا تو راح يساعد واحد هناك. هو باقي ماطور واحد صح؟ خلينا نشوف فين. الظاهر ذاك الماطور. دام ذا ساحب على خويه وتو نزله لكم ماطوره جاهز. نو. ما في ولا ماطور جاهز. كرهوا الترابر فجأة كذا، ما يبي يلعبون معي خلاص، كرهوني. يقول لك افخاخ حبيبي في كل مكان. اذا انفك ذا الصندوق معناته جالسين يدورون المفتاح وبيطلع من الحفرة، معناته حيرفعوا لي ضغطي بيطول الجيم. كل واحد عنده الهوك مستني. ها استغفر الله العظيم، كل واحد مقرب من هوك ذبحني يا عمي فكنا حياة وسخة. استغفر الله. فين الثاني؟ دقيقة والله ما اذبحك لين اجيبه حبيبي، معليش. وين 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 وين؟ اكيد منتظر عند لاتشي باذن اذبح ذا الشخصية الجديدة. اشوف هذا الغربان اللي على يب. لا لا ماني ذابح، معليش. طبعا هذه التفجيرات، الغربان فوق راسه خوينا اللي مفك هناك. ايش تبي تروح تسوي انت؟ ايش تبيني يعني؟ ليش جالسه هنا؟ بتهيلي يعني؟ هذا مستسلم مستسلم، خذي فرصتك روحي روحي، مستسلم ذا. خلينا نطارد شوي، نمكس مطاردة دقات قلب شيء. يعني ما يصير كذا على طول اذبح ودي قمامة، ما في. كويس انه كسرنا ذا الباب. هي هنا؟ لا هي برا، بترجع من هناك. والله بتهجر وراها. انا تورطت مع ذي يوم اني سبقت لها. شوف هي ذي، والله ضالي ما سبق لهم ثاني مرة.
قال ايه خلينا نطارد. طارد مع منو؟ هذه يذبحها على طول. شوف كيف تلوى بولد زيت، والله كأنها حية تعبان. شوف كيف اوكي علق هذا قام، ما ادري مين قومه. اي يمكن راحت قومته وجا، اتوقع ما فك خلاص، ترك اليد وقاعد يراقب من بعيد هل مات ولا لا. تبي تفوز؟ شوف ما يطالع، ما يطالع فيه هذا، ما فك ساحب على اللعبة. تبي تفوز؟ شوف والله ما يناظر، هذا راح يتعشى ولا يشرب له شاي، ذا راح يصلي التراويح يمكن عندهم صلاة الحين. عندك خلاص، وش الفايدة؟ مع السلامة. اكس كيلر يا هلا والله. الله يو. وش اللي ما في احد يا اخوي؟ ما احنا مالين عينك يعني. وزعلان يا اكس كيلر، قول ما في احد في اليوتيوب. ايه يمكن ما في احد، انت قاعد تسلم في اليوتيوب. هذا ايش فيه؟ مرة رانكو طايح، ايش جابوا معانا ذا؟ هذا ما شاء الله تبارك الله قاعد يجرب بركات ضدي ذا. هذا يستهبل رانكو 8 داخل برك واحد، يمكن اللي اشترى الشخصية الجديدة تو، اللي كان معرق بيفوز غصب.